طب إخواننا، مسألة المسألة احنا قلنا ما زلنا في العدالة، وقلنا في الكلام على العدالة في أنه لابد أن يكون عدلا، أن يكون خالي من الفسق وخوارم المروءة، وتكلمنا عنها. بقي جزئية في مسألة الفسق، احنا قلنا يكون فاسقا يفسق بأمور. الأمر الأول وهو أن يأتي بكبيرة ثبتت بالشرع أنها كبيرة، يأتي بكبيرة. أمر الثاني يجاهر بها. الأمر الثالث طبعا أصلا عند بعض الجمهور ويأتي به يصر على الصغائر، وقلنا ده ضعيف ليس بصحيح. لكن قد قال بعضهم إن قالوا بأنه إن أصر على الصغيرة جر إلى، وده اللي قال اليماني أشار إليه. قلنا لكن هذا أخذ بإيش؟ أخذ باللازم. والأخذ باللازم ليس من 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 عمل أهل السنة والجماعة، ده من فكر المعتزل. الأخذ باللازم هذا من فكر المعتزل. فالصحيح أن نقول بأنهم يعني هم يقولون إصرع صغيرة، وبينا ما فيها تفصيلا. والأمر الثالث عدم التوبة. الأمر الرابع عدم الحسنات الإيش؟ المحيات. لابد تتوفر هذه الشروط حتى تقول هذا فاسق وترد هذا. شوف هنا قاعدة أخرى إتماما للباب، وإن دخل في المبتدع، الكلام على المبتدع كلام كبير جدا سنبينه إن شاء الله، لأن هي مسألة حقا نحتاج إليها الناس. في هذا الباب قال بقاعدة وهي من أهم القواعد. قال والفسق مرهون بالإثم، والفسق مرهون بالإثم إذا أثمناه فسقناه. وهذه القاعدة مهمة جدا. اللي هو ما يكونش متأول عذر، يعني ما فيش عذر عنده. فقال عند التأثيم يكون التفسيق، فإن أتى بأكبر بكبائر بأكبر الكبائر ولم يكن له فيها علم، أو أنه أتى بها تأويلا، لا الشرع لا يؤثمه، الشرع لا يؤثمه، فإن لم يؤثمه لا تفسخه. فيبقى إذن القاعدة الكبرى هذه التفسيق مرهون بالتأثيم. ده يخرج يا ماجد، المفروض ده شغلك بقى ماجد، اتق الله ربك بقى. أشخاص ولا لا قاعدة كبرى اديني بقى أمثلة. مثل هاد بقى الأمثلة من العلماء. ما أنا ما قصدتك إلا لذلك. أما الإكراه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ماشي. الجاهل رفع علامة الخطأ ونسيانه ما استكره عليه، يبقى رفع الإثم. تبقى مسألة أخرى وأمثلتها في الباب كثيرة. أنا سألتك عن هذه المسألة يا زول بالسوداني وكيع، طلع على طول على وكيع. الحقيقة المسائل المختلف فيها في هذا الباب لا يفسق صاحبه. من أتى بنكاح المتعة متأولة، مش زي العبط اللي عندنا في الأخطر، قال لك والمتعة قال ابن عبد الفهم، ده لازم ولي الأمر يعلقه في باب زويلة. لا، رجل عنده علم ورأى أن عمر الخطاب قال بها، رأى أن ابن عباس أفتى بها ولم يتراجع عنها، وأنها جعلها مؤقتة بضابط وبوصف فأتى بها، هذا لا يفسق. وأعظم الأمثلة على ذلك على عزيز مالك ابن عبد العزيز ابن جراج، أعلم أهل مكة، تلميذ عطاء ملازم له، كان حافظا نبيلا والعلماء كانوا يمدحونه مدحا شديدا. تزوج 60 امرأة بالمتعة، ده بعد ابن عباس أقول له. ده أصلا نزل طبقة، يعني هو بعد عباس بطبقتين، ونكح 60 امرأة بالمتعة. ما فيش ولا واحد من علماء الجرح والتعديل عاصروه أو 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 لاحقوه تكلموا عليه ببنت شفه، أنها متعة. يعني متعة الآن احنا نتكلم فيه من كبنون أفسق الفساق من يفعل ذلك. وكيع أن الجراح الرئاسي كان يشرب النبيذ ويرى أنه ليس الخمر لا يكون إلا من عصير عنب. لذلك التلاميذ أحمد جالسوا بجانب أحمد، فأحمد قال إن وكيع يقدم على سفيان. وكيع أصلا تلميذ سفيان، فقال يقدم على سفيان. فماذا قال؟ ماذا قال لهم؟ قال المذهب لا يسقط العدالة، الاختلافات في المذاهب لا تسقط العدالة. فهمتم أم لا؟ يعني في الحنفية قول الأجيرة تنزل منزلة الأمة، ده كلام
لا. طب خد بقى في الظاهرية أقوى من ذلك. إيش بقى هو؟ نفس على نفس الوتيرة. يعني ما كان حنفية يقول أن الأجيرة تنزل منزلة الأمة، يعني ما ذلك المسألة يعني راحت. أي واحد غني مرتاح، المسألة ما شغلها أسبوع صح في هذا الباب. الحقيقة في هذا شوف مسألة عظيمة لا يفسق مثلها. إيش مثلها؟ قول ابن حزم في إعارة الأمة، في إعارة الأمة ابن حزم يقول بجواز إعارة الأمة وهو يستعيرها ليطأها. كلام ما هو إلا زن ولا يفسق ولا يفسر. فذاك القاعدة قاعدة قوية جدا أشار إليها اليماني، وهذه من نفاسة النظر عند الإمام اليماني. يقول والتفسيق منوط بالإثم، فمن ارتكب مفسقا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلن نؤثمه لعذره، إذن لن نفسقه. طبعا هذا كلام ينقر عن من؟ الإمام العالم. هذا كلام الشافعي أصلا. كلام الشافعي اصلا، كلام الشافعي في الام، وكلام الشافعي اصلا وشيء غيره في المختصر فيها انه شافعي قال ما دمنا لا نؤثمه ولا نفسقه. طبعا بعد ما قال بقى الناس اصلا ما فيش حد يمحض طاعه ولا حد يمحض معصيه في هذا الباب. اذا تقرر ذلك وقف الامام العالم على مساله مهمه جدا. اختمها ونرجع الكلام عن المبتدع، لان المبتدع ما ينفعش ناخد جزء ونتركه. ما رأيكم؟ لأنه كلام على البدعة صراحة كلام مهم جدا، وأيضا حنرفق معها كيفية التعامل عن المبتدع، وكيفية أن نرى أن رجل أصلا من يعني موافق لأهل السنة في جميع الأطراف ووقع في هذه البدعة نهدمه. ما هو ده اللي حاصل؟ حرب عن النووي، الحرب عن حجر، حرب أغبياء. الذين يفعلون ذلك أغبياء، ناس كأنهم لم يتفهموا كيف كان يعني الرحمة في علم المتقدمين في هذا الباب. وسأتي من كلام المتقدمين، يعني سعيد القطان وسد من الأوتدة في هذا الباب لما كلموا على 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 المبتدعة. ها لا يرى، قال مالك قال لا يرى له، قال لهم أن لكم بقتادة، أن لكم بمثل قتادة. وده سعيد بن يعني سعيد القطان اصلا عندما يختلف عن سعيد القطان وعلي وعبد الرحمن المهدي في رجل، انا اميل لترجيح عبد الرحمن المهدي سريعا. ليش؟ لشده يعني سعيد القطان متشدد جدا، ومع ذلك قال لهم ان لكم بمثل قتاده. ولذلك البخاري وغيره عمران بن حطان والرجل هذا بن قيس الرافضي الخبيث، مع انها الروايه كانت لايش؟ لبدعته احمد اشترط انه ما كنتش الروايه في بدعته لبدع روى له البخاري فيها. لان المساله كما سنبين حتى المبتدا المساله على صدقه، هو صادق ولا لا؟ عبد الله يصدق ولا ممكن يتجرأ؟ وده استقراء للعلماء، هذا لسه نبينه في هذه المساله، في مساله المبتدع. لذلك لا ندخل فيها ونتركها، يعني قلنا ناخذها كليه. هنا هذه المساله مهمه جدا، رتب عليها حيثما لا نؤثم لا نفسق. اتى بدرجه اخرى وهي مساله اصل التاثيم ان وجد اصل التاثيم ان وجد قد لا يفسق به المرء. وضرب مثلين في هذا الباب، واقرأ المثلين بعد. ضرب مثلين ايش هي عشان نصور المسألة وبعد كده تقرأ المثلين، وهو انه الانسان يشتد على اخر فيخرج منه اللفظ، واللفظ الشرع اعتبر اللفظ كبيرة لكنه لم ينتوي ذلك، والنية قرينة. وذلك قلنا العبرة بالنوايا هنا في هذا الباب، القصود والمعاني وما قصدها. لكن الحقيقة انه لا يتعرى عن ايش؟ عن أصل التأثيم. لا يتعرى عن أصل التأثيم، لكن لم تتعاظم للكبيرة لم يفسق. وضرب مثلا ذلك شعبة وأبو الزبير، وقال هو أما أبو الزبير وإما غيره، لأنه مر على رجل غيظه جدا فافترى عليه، فقال لا قال لي ما افتريت عليه؟ قال غيظني جدا، يعني هو مش فيه، وهو أقر إنه مش فيه، وهو ما يقصدش ذلك، لكن عمل إيه؟ سبه، انتقص من قدره بس سبه. شعبة قال لا أروع عنك، أو كلما غيظك أحد افتريت عليه، مفهوم؟ لكن العلماء قالوا بهذا الباب غيره المثل الثاني والمهم جدا، أبو حسين هو يعني تكلم في أم الأعمش
لأنه جروا على مسألة قراءة الحوت قال اهمزها، وقالوا دي قراءة، ما يقول دي قراءة يعني قراءة قراءة من كثير. فين عمارش؟ هذا عمارش لم يجرب طلب العلم صراحة، عشان نتكلم بحقها إخواننا طيبين محبوبين، لكن طلب العلم صعب عليه. المهم هنا الحوت يقرأ إيش؟ حوت. وبيقول ابن كثير، أنت شوف لنا هذه المسألة في القراءة، ابن كثير يقول بالسوق والأعناق، قال بالسوق يعني يهمز الواو، كل واو يهمز. فهو بيكلمه على أنه يجهلها، والثاني قال يعلمها تقرأ ذلك، فشتم أمه، سب أمه، وهو يعلم يقينا أن أمه ليس فيها هذه المسبة، ففعلها إيش؟ تغيظا. قال هنا شوف، حتى هنا قال الجميع كانوا، شوف قال أما القصف فلم يرد به أبو حسين الإثبات، ما أراد القصف، وإنما هو شتم جر إليه الغضب، جراه إلى الغضب. لم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة، بل احتجوا بأبي حسين وطيبوا الثناء عليه في هذا الباب. وهذه مسألة نفيسة، هذه المسألة وما خرجش من كل ما عشنا طول عمرنا إلى هذه المسألة. والله أنا كنت أمشي في شوارع أبتسم وأبص للسماء كده وأدعو الله أحمد الله على هذه المسألة النفيسة. أيضا بتخرج الناس من حرج كثير، لأنه أكثر من أخ كان يسألني يقول لي امرأتي لا تأتي معي إلا أن أنا أسرد لها سردا في أمور ممكن تكون شديدة جدا، فهو كان لا ينتويها وينتوي إثارتها، صح ذلك وما في أي شيء. يشوف بقى مخرج مثل هذا المخرج من كبيرة يذهب بها نار جهنم إلى جواز، وأنه لا إثم عليه بذلك. لكن الجهلة دعك من الجهلة بقى، فواحد سمع كده يعني، وهذه أمور خفية جدا عن طلبة العلم، وهي مسائل النفائس ما يطلع عليها إلا من فتح الله له أبوابها. فهات الثاني. نعم لكن نتكلم إن في مسائل ممكن يدخل فيها يعني يسميها بتسمية طيب المسافة. نعم لا حشمة في هذا، لكن إذا سماها تسمية معينة لإثارتها رميها مثلا. ايوه ما مش قادر محمد ياخذ بكبار يعني انا كذا يعني انا عشت عمري اقول وكان النبي يقول له فعلت كذا، وقال انت هتموتني هات المخلص، قال افعلت كذا والله اقولوها كل مره. لا انا سألت كلام ابن عباس قالت مقام التعليم، لكن النبي قاله طب ماشي، لكن ابن عباس قالها انا اقول اللي قال النبي وقالها، وانا اقول يبقى خلاص قلت اللي قال النبي تقوله ايضا قال ابن عباس، خلاص انا اقول اللي قال ابن عباس ولا انا قلت اللي قال النبي ما استطيع اتركها، قلت اللي قاله النبي بس على فترات متباعده. ده كان محرم على حضرتك قلنا اه نعم، وده انهل لا يقصد بها السبب، يقصد بها مصلحه، وباين لها التعليم فات، وباين لهم التعليم انه 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 الكلام ما لا لا ليس هو المحظور، الفعل هو المحظور. يا اخي في العرب كان يقول ذلك، العرب يعني الشعراء يعني مر بامرأة فقال يعني لا أقولي بس يعني بيتكلم على الكونية تكتني، فهو حورها بكلام عشان تقول إيش، عشان تقول له هذه الكلمة، ففاطمة فثبته شعرا. العرب هو في هذا الباب، لكن أنا أقصده أن هذه المسائل يحدث فيها أنه لازم يتفهمها، نعم احنا عايشين بورع كاذب مع جهل، تطلع بقى حروب والحروب كلها في مكان، واللي انت قلته كله فين؟ في مكان، زي ما قلنا الإخوة في فلسطين صححوا المقدمة تصح النتيجة، انت انصر الله ينصر. طلع طائفة هبلة، أو لما يكون في الأمة في عباية من سدود يبقى الأمة مبتلاة ولا مش مبتلاة؟ طلع إيه ده؟ أنت تتهمهم بالنفاق، بتتهم الناس في فلسطين بالنفاق، ها؟ وبعدين بتصبتهم يا مخزل إن هم مش هنتصروا؟ فين كل اللي اتقال ده؟ أين هو من الذي قيل؟ يا جماعة الناس دول قواتهم المادية أقوى منكم، حسابات كلها بإجماع هي أقوى الناس موجودة. طيب أنتم تريدون النصر، تستمطرون النصر، لا يكون إلا من الله لأنه هو الأقوى،
صح ولا لا؟ إذا أردتم أن تستمتروا النصر الله اشترط عليكم شرط، فوق بالشرط ها يأتيكم المشروط، إذا وفيتم أتاكم المشروط. طلع بقى العبايط هؤلاء في جنب واحد والبستات وهذا المخزن وهذا، فعرفنا الأمة فيها عبايط كثر، وده مش أنا بجيبها بالترجمة، النبي قال إنكم غثاء، إنكم كثير ولكنكم إيش غثاء، ودول كل دول بقى متصدرين للناس. وبعدين أخبروني إن في واحد قال لهم بيت المقدس بقى هيتخرب بعدين المدينة، فاهم، وعلامات الساعة خلاص انتهت وهتمتلك كل شيء واليهود هيبقوا عصافير والمليونات هتضبط كل ده يا جماعة الخير افهموا العلم علم، ولذلك قلت هذا منطلق أن تلتفوا حول العلماء. والله والله لن تكون نجاة إلا بذلك، حتى لو معك أنت قوة لا تجابه طيب مادية للحروب، إلا إن لم ترجع للعالم لفتواك في التقدم أو التأخر أنت خسران خسران. الله اشترط ذلك، لذلك أنا قلت يعني الدراما التركية اللي كذبت على سليمان القانوني في حريم السلطان، خلوا الناس كلها يشوفوا مين حريم، كلها الحريم، وسليمان القانوني ده أدب أوروبا أصالة في معركة إيش مهاكس، صح؟ هم عايزين يغطوا دي، غطوها بإيه بقى؟ بالصوت الناعي والناي والبيانو زي كده. هارون رشيد نسوان والجواري، وهارون رشيد يقول للسماء أمطري، في حد يستطيع يقول هذا الكلام؟ أمطري سيأتيني خراجك، ساعة 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 رقعة المسلمين، أمطري حيث شئت. وبعدين يبعث للرجل اللي قال له أنت لم تجرب الرجال، نعم أبو الرجال. ما أقول إحنا عندنا مثل مصري أعلى ما يكون، إيه هو بقى مصري؟ لا الكلام معلوش إيه كمر، ما بتدفعش على حاجة، مش بتدفعش على حاجة، اتكلم زي ما أنت عايز. فبعث إلى هارون رشيد قال الذي سبق النساء، قال أنت لم تجرب الرجال، وقال أرسل لنا بما أرسلت لك من الجزية من الأموال. غضب هارون الرشيد، في نفس الورقة قلبها وكتب من هارون الرشيد أمير المؤمنين عز الإسلام إلى نغفور كلب الروم، يا كلب، قال إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، في هذا الباب. يعني شوف ده اسمه عز الإسلام، عز الإسلام. فهو في الدراما التركية جابه لك حريم السلطان أم شوشل لك كل حاجة، ضيع لك كل ده. فأنا بقول أنتوا حتى أردتم النصر استمطار يعني نصر الله، ما ربطه الله وأناطه جعل النتائج مرهونة بالأسباب، لن تصلوا للنتائج قط إلا بالأسباب. ما في لازم تاخدوا بالسبب، شرط عليكم شرط، إن تنصروا الله ينصركم، أو شرط المشروع سيأتيكم. لذلك قلنا لإخواننا هناك الآن عود، دعوكم بقى وأنا على الربابة بغني، فاهم حضرتك، بسم الله، وكل ده جميل لكنه لن يفيدكم. الذي سيفيد أصلحوا النية إخلاصا لله جل في علاه، كلمة الله هي العليا، يأتيكم النصر معجلا وبإذن الله سأنصرهم الله، بإذن الله سنصرهم الله، ونحن نثق فيهم. صراحة هؤلاء القوم أنا بقوم لهم إعزازا، وقلت لهم أنتم حماتنا وأنتم حمات شرفنا، ولله الحمد والمنة نثق فيهم. كثير منهم بفضل الله في علاه قلوبهم لله، أتوا بكثير من حتى الولد يقول لأخي قل لا إله إلا الله، الولد الصغير يقول لأخي ومضروب بالصاروخ قل لا إله إلا الله، عز، هذا عز لنا. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يجعلهم أخلص الناس لهم، آمين رب العالمين، وأن يوفروا الشرطة أن ينصروه هو، لا تراب ولا غراب، المسألة أن ينصروا الله فسينصرهم الله جل في علاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عليه رحمة الله فصل، قال التفسيق منوط بالإثم، فمن ارتكب مفسقا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلم نؤثمه لعذره فكذلك. طبعا قوله فلم نؤثمه لازم يفهم على الوجه الصحيح، يعني حقيقية أو حكم، يعني الشرع لم يؤثمه وإحنا بنأثم، يعني الشرع لم يؤثمه، الشرع لم يعتبره آثما، يبقى المكره الشرع اعتبره آثما، ها الناس اعتبره آثما، الجاهل اعتبره آثما، لا، قد يعتبر الشرع آثما من وجه آخر، فرق
تقصير تقصير في السؤال تقصير فقط غير ذلك لا. مش تفضل شيء. قال الإمام علي رحمه الله فصل. قال ما تقرر في الشرع أنه كبيرة إذا وقع من الإنسان فلدا، كمن أخطبه إنسان فتردى الكلام حتى قذفه على وجه الشتم. قال على وجه الإيش الشتم، يعني من توى القصف والعبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. اضرب بقى المسألة دوت ونقف عندها لنختم. احنا عندنا المصنف ماشي. قال ففي الحكم بفسقه نظر، لأن مثل هذا قد لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم. قد لا يوجب سوء الظن بالمشتوم. فإن سامع مثل هذا قد يفهم منه الشتم قط، فإن سامع مثل هذا قد يفهم منه الشتم قط، لا أن الشاتم يثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم. هو ما أراده وهذه من الأهمية بمكان. قال والذي يدفع الإشكال من أصله أن يتوب ويستغفر، فعلى فرض أنها كبيرة فقد تاب منها. وقد تقرر في الشرع أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي داود الطالسي رحمه الله عن شعبة أنه ذكر أبا الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وسمعه منه قال فبين أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه فافترى عليه. فقلت له يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟ قال إنه أغضبني. قلت ومن يغضبك تفتري عليه؟ قال لا رويت عنك شيئا. قال ذكر هذا في ترجمة أبي الزبير، لكن قال في ترجمة محمد بن الزبير التميمي وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطالسي. قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن محمد بن الزبير؟ خلاص يعني اسمعني بس، احنا قلنا الثانية هات أبو الحسين وخلاص، الأولى أنا قلتها. قال وفي ترجمة أبو الحسين عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي من التهذيب قال وقال وكيع كان أبو حسين يقول أنا أقرأ من الأعمش، فقال الأعمش لرجل يقرأ عليه اهمز الحوت فهمزه، فلما كان من الغد قرأ أبو حسين في الفجر نون فهمز الحوت، فقال له الأعمش لما فرغ أبا حسين كسرت ظهر الحوت، فقذفه أبو حسين، فحلف الأعمش لا يحدن لأنه عملي أبو حسين ماذا؟ شتم بأمه، سبه بأمه، فقال لابد أن يحد، فجاء 50 يشهدون أنه لم يقصد القصف، مع أن الرواية منقطعة بس يستأنس بها على إيه؟ على مسألة القصود اللي تكلمنا عنها. يبقى لا نفسخ إلا إذا أثمنا. نعم كملها. قال فكلمه فيه بنو أسد فأبى، فقال 50 منهم والله لنشهدن أن أمه كما قال، فغضب الأعمش وحلف ألا يسمعه. عارف يعني يا عارف يعني يعني مغزوف يعني زور أبوه. نعم يا عم لسه عم نشوف ده أهم حاجة فيها، أن علماء جرح التعديل لم يعتبروا هذا شيئا. قال الإمام علي لأنه لم يقصد قصفا. قال الإمام علي رحمة الله هذه الرواية منقطعة، لأن أبا حسين توفي قبل مولد وكيع أو بعده بالقليل على اختلاف الروايات في ذلك. فإن صحت فهمز الحوت معناه أن يقال الحوت بهمز دال الواو، وهي لغة الحوت. الحوت نعم. قال بهمز بدل الواو وهي لغة، قد قرأ ابن كثير بالسقط والأعناق. قالوا وكان أبو حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضم. قال فكان أبو حسين ظن أن مراد الأعمش بقراءة الحوت مهموزا إظهارا أنه يعرف ما لا يعرف غيره، فقرأ بها أبو حسين إعلاما بأنه يعرفها. فأما القذف فلم يرد به أبو حسين للإثبات. رأيت هنا رب المسألة، أبو حسين حتى بعد ما قذف أمه ما أراد إيش؟ ما أراد قذفا، أراد التنقيص من قدره، لذلك لم يعتد به العلماء على جرح التعديل ولم يفسقوا بذلك، لأنه كان ظاهر هو الآن ظاهرة، لكنها لم تعتد كبيرة مع وجود إيش يا مع وجود أصل التأثيم هو الآن مع وجود أصل التأثيم، ومع ذلك لم يفسق. نعم.
قال وإنما هو شتم مجرد. ودي مسألة نفيسة جدا جدا عض عليها بالنوارس وتعابلون لو عضته عليها بأي شيء. قال وإنما هو شتم جر إليه الغضب ولم يلتفت. أهم حاجة إنها تعرضت. قال وإنما هو شتم جر إليه الغضب ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة. هذه الأهم. علي صدر بابها لو سمحت. تعال هنا قولها. ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة. بل احتجوا بأبي حسين وأطابوا الثناء عليه. شوف يعني أطابوا الثناء عليه مع أنه قذف أمه لكنه ما كان يقصد إيش قصفا كان يقصد تنقيصا. ودي صحبت كما قلت على سب الدين أنه يقصد الديانة ما يقصد الدين. يا مصنف أوراق المبتدع إن شاء الله يعني نأخذها برمتها على الأسبوع القادم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.